تنديدا بجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان وللمطالبة باسترداد جثمانه الطاهر وكافة جثامين الأسرى شهداء، نظم نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية ولجان أهالي الأسرى وفعاليات محافظة الخليل وقفة أمام الصليب الأحمر الدولي. تنديدا بجريمة اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان تنظم هذه الوقفة اليوم أمام الصليب الأحمر الدولي، هذه المنظمة الدولية الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة والتي قصرت في حق الأسير خضر عدنان، والذي كان من المفترض أن يكون لها عدة بيانات للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، لا بيانا وحيدا من أجل استرداد جثمانه. لذلك نحن اليوم نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة ملابسات عملية الإعدام التي تمت بحق هذا الأسير البطل، لأنه إذا صمتنا عن هذه الجريمة ممكن أن تتكرر مع العشرات من الأسرى المرضى الذين يتعرضون للموت البطيء، ومنهم الأسير وليد دقة الذي نقل من المستشفى المدني إلى عيادة الرمل حيث ارتقى الأسير خضر عدنان. نحن نحذر من أن هناك محاولات واضحة جدا من حكومة الاحتلال وبتعليمات من إيتمار بن غفير لمزيد من عمليات القتل والإعدام بحق أسرانا القابعين في سجون الاحتلال. رسالة للمجتمع الدولي بأنه يعني هناك تقصير من قبل هذه المؤسسات الحقوقية، ويجب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الشهيد خضر عدنان، حتى لا أو أيضا لتسليم جثمانه وأن لا يتم احتجازه بدون أي مسوغ قانون. الوقفة نددت بصمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الفعالية استمرارا للفعاليات التي دعت إليها فصائل العمل الوطني ونادي الأسير وشؤون الأسرى منذ استشهاد الشهيد خضر عدنان قبل يومين، تأتي للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد خضر عدنان واسترداد جثمان شهداء الأسرى الذين سقطوا في سجون الاحتلال وعدهم 12 شهيدا، وتأتي هذه الوقفة للضغط على الإسرائيلي والضغط على المجتمع الدولي من أجل العمل على إفراج عن هذه عن جثمان هذه الشهداء حتى يتم دفنهم بما يليق بهم في مقابر شهداء الشعب الفلسطيني. وطالبت الوقفة التي شارك فيها العشرات بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد أبو دقة المصاب بمرض السرطان. عرين العملي الخليل، تلفزيون فلسطين.